الحب من أجمل الحاجات اللي ربنا زرعها في الإنسان، والفقر أو اللون أو المستوى عمره ما كان عيب. وللأسف ناس كتير بتعتبر الحب عيب والجواز صفقة، صفقة لازم تكون كسبانة، ولو الطرف التاني مش قد المقام تبقى جوازة مرفوضة، وبتجبرها تتجوز جوازة مصالح بالعقل، وبتكون النتيجة عذاب طول العمر أو انتحار وموت. وده بنسمع عنه كل يوم تقريباً، حوادث ملهاش عدد. والحقيقة إن العبرة في الجواز مش المال والعيلة الكبيرة، لأن أهم حاجة الحب والتفاهم، وإنه يحافظ عليها ويكون راجل بجد.